اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ريمونتادا. وريمونتادا الاسبوع ده هيكون مختلفه شويه. احنا هنتناول في ريمونتادا قضيتين وقضيتين في غايه الاهميه. طبعا القضيه الاولى شيء يعني بيثير الجدل على مستوى الجماهير، هي فكره تشجيع الانديه المنافسه في البطولات الافريقيه. يعني جماهير النادي الاهلي تشجع الانديه اللي ضد نادي الزمالك في البطوله الافريقيه، والعكس جماهير الزمالك بتشجع الانديه اللي بتلعب ضد النادي الاهلي. والحقيقه الامر بقى تطرق لكمان نجوم ملاعب وبيعترفوا او بيقروا او بيتمنوا خروج النادي الاهلي او خروج نادي الزمالك. والحقيقه احنا هنا عشان نكون منطقيين مع ذاتنا ومتسقين مع ذاتنا، انا وفارس من مبدا فكره ان ده امر طبيعي جدا في كره القدم، ان انت طالما فريق منافس معاك في بطوله او بينافس تاريخيا على البطوله دي، واحنا شفنا صراعات نادي القرن شغالين عليها 18 او 19 سنه، فشايفها بعيد خالص عن فكره ما يسمى الوطنيه. الوطنيه في اشياء كتيره جدا، لكن في كره القدم الزمالك منافس للاهلي، فاكيد انا مش هتمنى للمنافس ان هو يتخطاني، خاصه ان بطوله افريقيا دي بتتيح الفرصه لفارس لسبونسر احمد ورعايه. احنا عندنا وجهه ومبالغ. نظر احنا لسه بنتخانق في نادي القرن بتاع القرن اللي فات بالظبط، فطبيعي البطوله بتفرق، الماتش بيفرق، النقط الدور اللي انت بتوصل ليه بيفرق، فاحنا متنافسين حتى لو انا مش مشارك في البطوله، فانا نتائجك في البطوله تفرق معايا. بس اللي بيفرق برضو التلاعب بالامور، وده اللي هتوضحه. ايوه اللي يفرق بقى ان انا اكون واضح وصريح جدا ان انا بتمنى خروج النادي الاهلي من البطوله، لكن في نفس الوقت زعلان جدا ومتضايق جدا وبتريق او بسخر على الجماهير الاخرى لو بتتمنى خروج الزمالك من البطوله. تعالوا نشوفوا فيديو للكابتن احمد عيد عبد الملك الزملكاوي الخطير. عيلتك بتقول ان انت بتقول يعني هارد لك للشعب السنغالي اللي موجود معانا في مصر. اه مصر تقصد مين؟ ظهروا كتير جدا، ظهروا السنغاليين اللي هم في مدينه البعوث دول، انت مش عارف يعني؟ طبيعي ان الاهلي يبقى مش عايز، او الاهلاويه يبقى مش عايزين الزمالك يكمل في البطوله، والزملكاويه يبقوا عايزين او مش عايزين الاهلي يكمل في البطوله حتى لو هو مش طرف فيها في القصه؟ ده سؤال يعني على السنغالية، يعني تكمل السنغالية تكمل، اعتبرها سؤال في حته جديده يعني. طبيعي. اه طبيعي. هو طبيعي فعلا. انا واحد من الناس، مش ليه اصلا اخلي المنافس بتاعي في مصر اصلا يبقى يكمل في افريقيا ليه؟ حتى لو انت مش طرف، حتى لو انت لو انا مش طرف طبعا لا. وما انا منافس ليه في تاريخ دوري الابطال. انا منافس من المنافسين الكبار في تاريخ دوري الابطال. ليه هو يعدي وانا ما اعديش؟ بس ما في ناس بتحسبها انه مصر لا ده لا ولا مصر ولا ما فيهاش حاجه، الموضوع ملوش علاقه بالوطنيه. انت يعني انت غالبا انت بتشجع برشلونه غالبا. انا تشيلسي. ماشي. ما شجعش ارسنال. يعني اكيد مش هتشجع انا فرقه يعني بس انا مش انجليزي. بس انا متفهم لوجهه نظرك. لا هو يعني حتى الاسبان هو فرقه حد بيشجع ريال مدريد، حد بيشجع برشلونه، فالموضوع مختلف. وبعدين الحاجات دي بتبقى فيها حفلات كبيره يعني بالنسبه لنا على السوشيال ميديا، فالموضوع بيبقى حلو. كواحد كبير زملكاوي كبير يعني زيك، انا واحد بتفهم وجهه النظر ان الاهلاوي ممكن ما يشجعش الزمالك والزمالك ممكن ما يشجعش الاهلي، هي في الاخر كوره. فالموضوع يبعت يوصل لحد بقى انه لا ده وطنيه وكده، الوطنيه في حاجات كتير. بس هو يبقى بادب بس في الاول وفي الاخر. صح. الكابتن احمد عيد طبعا هو معروف في شويه مناوشات بين الجماهير الاهلي والكابتن احمد عيد على السوشيال ميديا، وهو يعني متابع جيد ونشط على السوشيال ميديا. لكن الحقيقه الفيديو حمل المتناقضين. يعني في بدايه الفيديو قال كتروا تقريبا المشجعين السنغاليين اليومين دولت بتوع جامعه البحوث. الحقيقه الجمله دي فكرتني بتصريح اخر للاعب برضو كبير كابتن احمد الشناوي، لما قال احنا كان في جماهير بالفعل حاسين انها قليله لاننا قبل ما ناخد الدوري ما كناش بنشوفها كتير، لكن طالما الكابتن احمد عيد شاف ان السنغاليين كتروا كنت ممكن اتفق معاه لو وقف الفيديو عند هنا، لكن هو كمل. وده اللي احنا بنقول عليه بقى فكره التناقض، ان هو بيسخر من اي حد بيشجع نادي اخر ضد نادي الزمالك، وهو في نفس الوقت بيتمنى خروج النادي الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا. اعتقد التناقض واضح، واعتقد اذا كان ليك مقتنع بفكره فما ما تزايدش على الجماهير الاخرى. طب التناقض واضح، بس غالبا ممكن نفهمه لو التناقض ده حاله فرديه، بس الظاهر كده ان التناقض ده بينتقل بالعدوى. تعالوا نشوف كابتن خالد الغندور قال ايه. بل خرج علينا البعض يدافعون عن الفريق السنغالي، والبعض ايضا اشاد بالفريق السنغالي في
ثم نفاجأ بترجمة أخرى ومحاولات أخرى من بعض من يعني ينتموا لمصر ولكن هما بيشجعوا فريق سنغالي. عادي عادي يا جماعة، عادي ما تكون أنت مصري وبتشجع فريق سنغالي، ممكن مثلا يكون لك جذور سنغالية، مثلا الوالد اتجوز سنغالية فبالتالي أنت كده بتشجع السنغال عشان والدتك، حبا في والدتك مثلا، ممكن تكون اتجوزت سنغالية، ممكن تكون عشت جزء من حياتك في السنغال فأنت بتحب السنغال وبتحب هذا النادي، ممكن واحد بيحب ساديو ماني فشايف ان ساديو ماني طلع من هذا النادي فبيشجع الفريق السنغالي. بغض النظر عن موضوع والدك اتجوز سنغالية او لغة الحوار دي لان احنا عندنا تحفظ كبير جدا عليها، ولكن فكرة مصري والموضوع مفترض يمشي ازاي؟ كابتن خالد حضرتك اللي جيت عملت حملة على مهدي عبيد، عملت حملة على أزارو، حضرتك جيت كان لك موقف واضح من خلال أحد المعدين بتوعك عن أن الشركة الراعية كان لها تدخلات في بطولة أفريقيا في مباراة الترجي، حضرتك كابتن خالد ما ينفعش تقول لنا كده، يعني حضرتك يا كابتن خالد ما فيش أي منطق أن أنت تتكلم وكأنك بتنظر عن الناس في حاجة أنت ده انت محرك ليها، انت باعث ليها، وبعدين انت عندك طول الوقت مبدأ متفق معانا في اللي احنا بنتكلم فيه، فكرة ان الاندية المنافسة في بطولات افريقيا هي متنافسة معايا حتى لو انا مش بلعب فيها، وان الموضوع ده مختلف عن فكرة الوطنية او الفكرة بتاعت ان ده بيلعب باسم مصر. طب ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ازاي ده يتفهم مع ده؟ بس لو عايزين نرجع لاصل الموضوع وعايزين نرجع لمين بيكون له كجمهور ميول واضحة وعايزين نعرف مين اللي بيروح مدرج فريق تاني وبيقعد فيه، نقدر نشوف الفيديوهات دي ومنها هنفهم كويس قوي. أما النادي الكبير والجماهير الكبيرة للقطب الثاني في الكرة المصرية نادي الزمالك، لم تشأ جماهيره أن تذهب بعيدا عن هذه الاحتفالية ضد الأهلي إلا وشاركت فيها بوضوح، فرفعت علم الصفاقس في المدرجات. فماذا سيحدث إذا لا قدر الله وخسر الأهلي الكأس؟ هل ستقام الأفراح والليالي الملاح في بورسعيد والإسماعيلية وميت عقبة؟ أعتقد أن هذا السؤال إجابته وبمنتهى الصراحة والوضوح نعم. اعتقد يا كابتن خالد لو انت ما كنتش شفت فاكيد شفت الفيديوهات دي، واعتقد انت مطالب بكتير جدا من التوضيح لوجهات نظرك، وطول الوقت القاء الاتهامات وطول الوقت التناقض فيما يتعلق باي شيء يخص النادي الاهلي. يا هو الحقيقه كابتن خالد في موضوع التشجيع ده اللي احنا متابعين معاه حاجات كتير جدا، هو كان بيتكلم عن فكره مين اللي في صن داونز قال افريقيا يا صن داونز في 2016، فاصرينا ان احنا نجيب لكابتن خالد ونقول له ان الموضوع مش في 2016، الموضوع في 2005 و2006، وبالفعل ما كانش فيه متنفس لجماهير الكره في مصر لاي نادي منافس للنادي الاهلي الا بعد التعادل في المباراه الاولى مع الصفاقسي التونسي في القاهره 1-1، لان قبل كده كان النادي الاهلي مكتسح 55 مباراه تقريبا على التوالي، كنا عاملين نتائج كبيره جدا، فكان المتنفس هنا هو تشجيع فريق تونسي. فلو حضرتك بتتكلم عن 2016 احنا جايبين لك من 2005 و2006، واذا كان بعض الجماهير لهم زيارات او راحوا مثلا زاروا السنغال، فاعتقد كابتن خالد حضرتك مع جماهير كتير جدا لفت افريقيا كلها في التعامل مع النادي الاهلي، واعتقد الامر بقى واضح بالظبط. ولو ما لفتش كمان مشاركه وجدانيه، ده نص الانديه اللي احنا لعبناها تيشرتاتها الناس اشترتها، نص الأندية. هو الكابتن خالد دايما يثير الجدل وأثار الجدل في فيديو، بصراحة أنا وأنا بسمعه يعني طب هو إزاي اتقال، طب هو طلع منه إزاي، طب هو سأل عن النادي الأهلي، تعالوا نشوف الكابتن.